دلوقتي هنروح لمنى عشان نتعرف منها على أخبار الطقس بالتفصيل ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. شكرا لك يا شاذ. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون معتدل ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون في نشاط للرياح بالليل على بعض المناطق، وده طبعا هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. كمان النهاردة في فرص أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وهنلاقي نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة، وده هيؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من مترين لثلاث أمتار. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس هتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا منى. دكتورة منار، احنا ملاحظين ان في انخفاض في درجات الحرارة الفترة اللي فاتت، بشرينا وقللنا ان ده هيستمر معانا لغاية اخر الشهر. بالفعل احنا تدريجيا بدأنا نحس بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل، وكمان مع وجود نشاط الرياح اللي بيساعد ان احنا نحس بنسب رطوبة اقل، بدأنا نحس بنسب رطوبة اقل خلال فترات المساء وخلال فترات الليل، وده اللي متوقع يستمر معانا ان شاء الله لبداية فصل الخريف. احنا اليوم طبعا مستمرين في انخفاض درجات الحرارة والاجواء اشبه بالاجواء الخريفية، لان طبعا في منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فبيحجب اشعة جزء من اشعة الشمس، فبالتالي هحس بانخفاض درجات الحرارة، هحس اليوم بنسب رطوبة اقل. كمان بدأت فرص سقوط الامطار على اغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط في الصباح الباكر، ومتوقع استمرار فرص سقوط الامطار على مدار اليوم، لكن هتختلف طبعا من منطقة لمنطقة، هي امطار خفيفة غير مؤثرة تماما على اعمال الانشطة اليومية. الاجواء فيها تحسن وخاصة خلال فترات الليل. خلال فترات النهار بنشعر ببعض يعني نقدر نقول ارتفاع في درجات الحراره بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبه خلال فترات النهار، الاجواء حاره رطبه خلال فترات النهار، خلال فترات الليل معتدله تماما على اغلب انحاء الجمهوريه، خاصه زي ما بنقول في نشاط الرياح سرعته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه على اغلب مناطق الجمهوريه، بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه خلال فترات المساء وخلال فترات الليل، بالاضافه كمان هيؤدي لاضطراب حركه ملاحه بحريه على البحر المتوسط، متوقع ان ارتفاع الموج يتجاوز 3 متر على مسطح البحر المتوسط وغير مؤهل تماما لاعمال الانشطه البحريه، بالاضافه كمان نحن متوقع زي ما بنقول استمرار هذه الاجواء لنهايات الاسبوع وبدايه الاسبوع المقبل، بس هيكون في ارتفاع خفيف في درجات الحراره بحوالي درجه. معقول درجه؟ معقول يعني مقبول، مش هنرجع تاني للموجه الحاره اللي كانت تعبانه في شهر اغسطس؟ بالفعل يعني احنا خلاص يعني نهايه شهر اغسطس خلاص هنبدا نحس بانخفاض نسب الرطوبه، حتى لو في ارتفاعات في درجات الحراره، لان احنا لسه بيقصرنا على انتهاء فصل الصيف حوالي اسبوعين، لكن مش هيكون بالشكل الكبير اللي احنا شاهدناه في اغسطس او في يوليو. كل الشكر ليكي يا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف معاكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 33 والصغرى 22، الإسكندرية 30-23، العلمين الجديدة 30-23، مطروح 29-23، السلوم 30-23، بورسعيد 31-24، ودمياط 31-24. السويس العظمى فيها 33 والصغرى 23، الإسماعيلية 34-24، العريش 31-24، طابة 33-26، كاترين 31-19، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 35-27، والفيوم 33-21. بني سويف العظمى 33 والصغرى 21، أسيوط 34-23، سوهاج 35-24، قنا 37-26، أسوان 39-27، الوادي الجديد 38-26، حلايب 35-27، أما شلاتين العظمى فيها 36 والصغرى 27. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نرجع تاني لشاذلي وهدين نكمل باقي فقراتنا وأخبارنا، اتفضلوا. شكرا لك يا منى.